هي جيت من حدا بني ملال هي تي الدري دابا عام باش مرض ليا عنده 8 سنين تيغوت عب الكرش ودار السمنه بزاف تمن الحوايج ما لقيتو باش نبدل ليه وتيغوت عب الكرش حدانا وحد الطبيب تيدوز ب 4000 ريال وليني ديك 4000 ريال اختي ما بغاتش تجمع ليا مع هاد الشيء تاع الاسعار وهاد الشيء تاع الغلا وانا عايدي بوحدي ما معاوني حد وعندي ثلاثه الوليدات انا كنصت لي عالج لي عاد الدري الله يرحم الوالدين اللي تيشوفني شي حد غير يدوز ليا ونشوف شي حد اللي يشري لي الدواء ومره تيقرا مره لا تيعيروا الدراري اختي مع تيدير كل شيء تحته تيطيح وفي الاوجاع داك الشيء اللي طاري ليه في الكرش ديالو انا مزوقه فيكم اللي اعتقني حيد مني انا راه ما حينتي السياره ما حينتي الدار ما حيلتي لك يعتق لي عاد الوليد ما حنت معاه بزاف الله يرحم الوالدين اللي تيشوفني يعتق لي ولدي راه عنده 8 سنين حتى القرايه ما بقات يقرا مقوده تيدير كل شيء ما بقيت تنمشي حتى البلاصه والو داك الشيء غير بسيط ولكن انا ما في حاليش بغيت دابا علي دوز ليا تدويزه غاليه ديال الدراري الصغار ديال 8 سنين قالك تدير 4000 ريال وما عنديش اختي الامكانيات والو ما تتجمعش ليا حتى نكمل 3000 وهادي وتنعقب نخسرها تنخلص اختي بزاف مصاريف الله يرحم الوالدين انا مزوقه فيكم اخوتي جيو حتى لعندي انا ما تعطوني حتى ريال جيو لعندي ودوزوا لي وشروا لي الدواء وعتقوا لي عاد الوليد نعرف اش عنده راه ما تينعش قالك تيعايروني الدراري ما تلاش بغى يمشي للمدرسه عنده 8 سنين الله يرحم الوالدين الا ما عتقوا من هاد الصداع اللي في كرشو الله يعمل صدر ربي وهاد العواشر الله يحفظكم يا ربي هاتي دابا اختي السمنه بزاف حتى من الحوايج الحوايج دابا ما عندوش ما بقاوش تيجيو قدو كيطمديو ولا بزاف اختي شوفي الكرش قداش راك شتيه شوفي قداش ولا اختي من حد هو تيغلط وشحال مره ما تيمشيش للمدرسه تنقاطع الدراسه الله يرحم لكم الوالدين اخوتي اللي شافني راه يعيط عليا على الرقم ديالي 06 26 11 88 03